البرولابس التدلي هذا شوية حالته راح تختلف، خلي أرسم لكم رسمة راح توضح لكم المسألة. في الحالة الطبيعية طبعا المفروض الصمامات تنسد بهذه الطريقة، أن واحدة تقابل الثانية الأوراق تبعها وتنسد في الحالة الطبيعية هذه. في حالة البرولابس، البرولابس يصير لما عندنا مشكلة تأثر على الكولاجين اللي يكون لك الصمامات، وبالتالي راح يصير نوع من الضعف في هذه الصمامات، فبالتالي هذا البيبان للقلب أو هذه الصمامات ما راح تكون بالقوة الكافية. فراح يصير بها لما القلب في حالة الانقباض يضغط، هذه الصمامات المفروض تنسد، لكن راح يصير أنه راح تنكسر وممكن تنفتح شوية بهذه الطريقة، فراح يرجع الدم وراح تصير حالة قريبة من الريجورجيتيشن أو التهدل. لكن الفرق هنا أنه في بداية الانقباض راح تكون مسدودة، لكن لما تزداد القوة راح تنكسر وراح تنفتح لك شوية الصمامات بهذه الطريقة، فراح تسمع أول شيء كليك لأنه مسدودة، الانكسار هذا كليك، وبعدين راح تسمع المرمر. فهذه حالة فقط بالبرولابس، خليني نرسمها بطريقة تفهموها. هاي الحالة طبعا النورمال، البرولابس راح يصير بهذه الطريقة، خليني أرسم لكم إياها بلون ثاني حتى شوي ينطيك أكثر دلالة. فراح تصير بهذه الحالة كأنه الصمامات يصير بها نوع من الكسر، طبعا هو مو كسر لكنها راح تنثني بهذه الطريقة لأنه عندها مشكلة في الكولاجين وبالتالي ما عندها قوة كافية. فهذا تصير مرات في بعض الأمراض الوراثية. المهم هذا بشكل عام فهمنا شنو ستينوسيس، ريجورجيتيشن، برولابس، كملنا هذا الجزئية. عندنا الآن أول نوع من أنواع المرمر هي سيستوليك، راح أقسمها سيستوليك دايستوليك وحسب أشكالها نجي عليها. راح أرسم لك المرمر. شوفوا المرمر راح تصير بهذا الشكل، هذا الصوت راح يصير شنو شوية شوية يزيد وبعدين يبدأ يقل. طبعا عند تلاحظون صعد بعدين ايش صار به؟ نزول، صعود ونزول. في اي فتره؟ في فتره الانقباضيه، الانقباضيه في الفتره الانقباضيه السيستول بين الاس 1 والاس 2، وين الفتره الانبساطيه الدايستول؟ اس 2 اس 1 البعيده. احنا المهم ان هسه شغلنا في هذه المرحله. طيب هذه الفتره الانقباضيه صار عندنا مرمر صاعده ونازله، شو نسمي هذه المرمر؟ شوفوا لها اسم محدد، طبعا هذا الاسم ايضا يستخدموه في النوتات الموسيقيه. المهم معناها صعود ونزول، صعود الصوت ونزوله، فراح يصير اسمه كراشندو دي كراشندو. طبعا كراشندو يعني صعود، دي كراشندو يعني نزول، فهذه الصاعدة ونازلة. طبعا هذه في أي فترة تصير؟ في فترة السيستوليك مرمر، كراشندو دي كراشندو سيستوليك مرمر. طيب هذه شو وقت راح نسمعها؟ هذه راح نسمعها في حالة الإيش؟ هذه مهمة وسجلوها يمكم، الأورتيك ستينوسيس، في حالة الأورتيك ستينوسيس. طيب ليش تصير عندك هذه الحالة كراشندو دي كراشندو مرمر؟ لأن الأورتا في حالة السيستول لما ينقبض القلب الدم يبدأ يخرج. طبعا لو كان عندنا ستينوسيس تضيق بهذا الصمام، فطبعا أكيد ما راح ينفتح بشكل سهل، فالصوت بالبداية لأنه الدم لما يعبر راح يعبر بشكل ضعيف، فراح يكون صوت ضعيف، لكن بالأخير لما القلب ينقبض بأقصى قوة انقباضية راح شوية يتغلب على هذا الستينوسيس، فالدم مش راح يصير بيه، راح يعبر بسرعة، فراح يصعد الصوت أكثر، وطبعا بعدين وراها الستينوسيس راح يتغلب على المسألة وراح يرجع الصوت يخفت فيروح، فراح تصير بهذا الشكل كراشندو دي كراشندو. فهذا بالنسبة لهذا الصوت كيف راح نسمعه. طيب ممكن نسمع صوت ثاني في فترة السيستول في القلب اسمه هالو سيستوليك مرمر. هالو يعني فراغي على طول فترة الايش؟ السيستول. فراح يكون طبعا بنوتة واحدة، بنوتة واحدة يعني ما بيها اي تغير على طول فترة السيستول، فراح يكون نوتة واحدة على طول فترة السيستول ما راح تتغير. هذا يصير عندك لما عندك صمام
مدى يتعرض الضغط عالي لكنه مفتوح طول الفتره ودا يمر به دم. مثل شنو؟ مثل الايش؟ المايترال ريجورجيتيشن. طبعا واحد يقول ليش مو المايترال ستينوسس؟ اقول لك المايترال ستينوسس ما يصير في فتره السيستول، يصير في فتره الدايستول. الان احنا نتكلم على فتره السيستول، فلو سمعنا هالوسيستوليك مرمر اللي هي فتره السيستول صوت ثابت، اذا هذه عندك حاله الايش؟ المايترال ايش؟ مايترال شنو؟ ريجورجيتيشن، تدلي او تهدل المايترال. فعندنا هنا نكتب هالو سيستوليك مرمر في حاله شنو قلنا؟ لا ننساها، المايترال ريجورجيتيشن، مايترال ريجورجيتيشن، تهدل صمام المايترال. طيب امور تمام هنا. طيب دكتور زين، لعد في حاله البرولابس شنو اللي راح يصير؟ انت قلت لي هو تقريبا شبيه الريجورجيتيشن. راح افهمك شغله بس بسيطه، قلنا انه هو شبيه، لكنه هو في بدايه الانقباض هذا الصمام نوعا ما راح ينسد، هذا مو انه هو خلل كامل، لكن لما يزداد الضغط تحت في القلب راح شو يصير بيه؟ راح ينفتح. فطبعا راح يصير عندك ايضا هنا راح نرسم ايش راح يصير في حاله البرولابس اللي هو الاكثر يصير في المايترال، فراح يصير عندك مايترال برولابس. طيب ايش راح يصير بهذه الحاله او هذه الفتره؟ شوفوا اللي راح يصير. في بدايه الامور تمام، ما عندك اي مرمر، هنا راح نسمع كليك. ليش؟ انكسرت الصمامات او انثنيت لانه ضعيفه، الان انثنيت لما زاد الضغط في القلب انثنيت، الان انفتحت. طب سمعنا الكليك في وين؟ في وسط السيستول، فصارت هذه اسمها ميد سيستوليك ايش؟ كليك، ميد سيستوليك كليك. هسه الان سمعتها في نص فترة السيستول ووراها جت عندك مرمر. طبعا المرمر راح تصير بهذا الشكل، طبعا قلنا صاعد، شو نسميه؟ كراشندو، نازل ايش؟ دي كراشندو، هذه صاعدة ولا نازلة؟ طبعا هذه صاعدة، فهذه تصير كراشندو مرمر. بس وين؟ في نص فترة الايش؟ السيستول. فلو سمعت او شفت بسؤال كليك في نص فترة السيستول وراها مرمر من نوع كراشندو سيستوليك مرمر، اذا عندك ايش؟ برولابس. فايش راح نكتب هنا في هذه الحالة؟ راح نكتب ليت، اي متأخرا مو من البداية، ليت كراشندو سيستوليك مرمر with ايش؟ شوفوا هذه with mid systolic click، وهي هذه الضربة اللي تصير في نص فترة السيستول. طيب ايش راح يصير بيا حالة راح تصير؟ فهي راح نكتبها الحالة الأخيرة، هذه هي المايترال برو لابس. طبعا واحد راح يقول لي دكتور وبالنسبه للبولمناري والترايكوسبيد، طبقوا اللي يمشي على الاورتا يمشي على البولمناري، وايضا طبقوا اللي يمشي على المايترال يمشي على الترايكوسبيد، هذول الاقل طبعا حدوثا المشاكل بالترايكوسبيد والبولمناري، ولذلك ما راح اذكرها دائما، احنا نذكر هذه الاهم الاورتيك والمايترال، وانت من عده تقدر تعرف الامور تقاربها. مفهومه بالنسبه هذه اشكال الأصوات في حالة السيستول. الآن راح نكمل في حالة الدايستول شلون راح نسمع. طيب الآن راح نكمل ويا حالة الدايستول أو الانبساط. هي شو وقت تصير الفترة الانبساطية؟ شوفوا بين S1 و S2 هذه الفترة سميناها إيش؟ الفترة الانقباضية. طبعا هنا أيضا رسمت لكم واحدة ثانية حتى تميزون أيضا إيش؟ الانقباضية يعني سيستول. طيب بين الاس 2 والاس 1 شوفوا اس 1 اس 2 انقباض، طيب اس 2 اس 1 يعني اس 1 اس 2 اس 2 اس 1 هذه الفتره شو نسميها؟ هذه الفتره الانبساطيه، فتره الانبساطيه او الدايستوليك. الدايستوليك القلب لما ينبسط فيها. طبعا هنا في حاله الانبساط الصمامات المايترال والترايكوسبيد راح تنفتح وراح تنسد هي الاورتيك والبلمري، فاذا صارت عندنا مشكله في انفتاح الصمامات يعني ستينوسس في المايترال او الترايكوسبيد، واذا صار عندنا مشكله في عدم انغلاق صمامات فراح تصير مشكله في الاورتيك او بلمري. المهم نكمل. طيب
شنو اللي راح يصير؟ شوفوا راح نسمع المرمرات. إذا سمعنا مرمر اللي هي شوفوا اللي هي شنو؟ دي كراشندو مرمر، اللي هي دي كراشندو مرمر، اللي هي دي كراشندو مرمر. طبعا احنا قلنا دي كراشندو شنو راح يصير؟ نبدأ عالي وننزل، فهذه دي كراشندو مرمر، نبدأ عالي وننزل. طيب إذا سمعنا هذه الحالة اللي هي دي كراشندو مرمر في حال الانبساطية دايستول، الأكثر ممكن شنو عندك؟ طبعا خلنا نكتبها دي كراشندو دايستوليك مرمر. شوفوا دي كراشندو دايستوليك هالمرة مرمر، فعندك هواية أسباب، لكن من أكثر الأسباب الشائعة لها هو شنو؟ الأورتيك ريغورجيتيشن، مفهوم الأورتيك ريغورجيتيشن أو ممكن بولمناري. طيب بس أكثر شيء هو الأورتيك ريغورجيتيشن ينطيك هذا الصوت. الآن شفنا هذه الحالة، طيب الآن راح نشوف حالة ثانية اللي هي تصير في حالة الميترال استينوسيس. طبعا في حالة الميترال استينوسيس راح نسمع أيضا المرمر في الفترة الانبساطية، فراح تكون دايستوليك مرمر، لكن مرات تظهر فيها شغلة مميزة اللي هي يسموها الأوبن سناب. أوبن سناب، أوبن سناب زي صفعة تصير لما ينفتح هذا الصمام. طبعا احنا نعرف في حالة الدايستول الصمام المفروض المايترال او الترايكوسبيد ينفتحون، فبالتالي اذا كان عندك ستينوسس فراح يصير فتحتهم صعبة، فلما ينفتحون راح نسمع سناب، صوت معين زي سناب، صوت هذا الاوبن سناب، وراها راح تكون مرمر، راح تكون مرمر في فترة الدايستول، فيسموها ايضا ممكن راح تكون هنا في هذه الحالة يسموها، خلي امسح هذا للأورتا، راح نكتب هنا عندك open snap with ايش late، يعني نوعا ما يعتبروها متأخرة لما بدأت من البداية، late diastolic murmur، late diastolic murmur، late diastolic murmur. فهذا قلنا في حالة نطينا مثال عليها ايش المايترال ستينوسيس. طبعا هذا بشكل عام شرحت لكم هذه المادة، هي طبعا مو مادة سهلة، يراد لها أكثر من مرة تراجعها، لكن هذه راح تفيدك هواية. طبعا هنا مو دائما يذكر لك الأوبن سناب الأسئلة، أنا حبيت أشرحها شوية كلينيكالي أكثر، لكن في الامتحانات ممكن يذكر لك دايستوليك مرمر، فلما تعرف هذا الشيء إنه عندك خيارين، إما أورتيك ريغورجيتيشن أو mitral stenosis أو ممكن pulmonary regurgitation أو tricuspid stenosis، لكن هذه حسب طبعا الموقع تبعها. لذلك قلت لكم حاولوا ترجعون للفيديو اللي أنا سويته على مواقع الفالفات من عدة تعرف المشكلة وين، هذا أيضا شرح يفيدك في الأسئلة لما يذكر لك مرات شكل المرمر نفسها بدون ما يذكر لك تفاصيل أكثر، يقول لك halosystolic murmur، فهذه أمور أيضا لازم نعرفها. طبعا halosystolic murmur وأكو شغلة اسمها continuous murmur، هذه راح أشرحها لما أشرح أيضا الـ VSD والـ ASD والـ patent ductus arteriolus اللي هي لما يصير فتحات في القلب كيف راح تصير الأمور، هذه رادلها فيديو خاص فيها. أشكركم للاستماع وألقاكم إن شاء الله في محاضرة ثانية، دمتم في حفظ الله ورعايته، سلام عليكم.